رحلة خاتم نحو العلا. نحط بكم الرحال اليوم بولاية المسيلة، وتحديدا بمدينة بوسعادة، مدينة الشهداء والقراء، لنتعرف على قصة ختم الطالب محمد أمين لكتاب الله ضمن مخيمات النهضة بالقرآن الكريم. أخوكم في الله حميد محمد الأمين، 28 سنة، مهندس معماري بلدية أولاد سيد إبراهيم، خاتم لكتاب الله تحت مشروع النهضة بالقرآن الكريم. رحلة خاتم نحو العلا. بطبيعة الحال الانطلاقة تكون دائما من البيت على يد الوالدين الكريمين، حيث حرص على تلقي حرص على أن يلقناني حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، فكانت الانطلاقة من سن الرابعة على يد والدي ووالدتي، ثم انتقلت بعد ذلك إلى مسجد الحي قبل الالتحاق بالمدرسة النظامية، فقضيت فيها وقتا لا بأس به على يد الشيخ زيان جزاه الله عنا خير الجزاء، ثم بعد ذلك انتقلت إلى مدرسة في الحي على يد الشيخ سلام بن شيحة، الشيخ كان صارما جزاه الله عنا خير الجزاء، وبعد ذلك كلما تقدمت في السن انتقلت إلى مدرسة أخرى، انتقلت إلى مسجد ابن رشد على يد الشيخ العكة جزاه الله عني خير الجزاء، وبعده الشيخ عبد القادر براد في أحد مساجدي الأخرى للمدينة مسجد صلاح الدين الأيوبي، وكان ختامها في مسجد ابن رشد مرة أخرى على يد الشيخ إبراهيم العموري، وكان ختامها مسك جزا الله عني مشايخي خير الجزاء. وبعده انتقلت إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة تثبيت الحفظ انطلاقا بمخيمات النهضة بالقرآن الكريم، فكان مخيم وخنشلة أحد هذه المحطات، وتنقلت أيضا إلى دار القرآن على يد الشيخ أسامة بقاسم كيرت بتجموت مدينة الأغوار. محمد أمين الطالب المجتهد أحبه الله فوهبه صوتا أبدع في استغلاله في تلاوة القرآن الكريم بأداء يقشعر له البدن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملت أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. رحلة خاتم نحو
نحو العلا عين الفخر. القارئ محمد أمين، مزمار من مزامير داود، تفتخر به مدينة بوسعادة، ويعتبر أحد أحسن الطلبة بالجامعة في تخصصه الهندسة المعمارية، وللقرآن الكريم ووالديه فضل كبير في توفيقه. أي نجاح في هذه الحياة وأي ناجح في هذه الحياة لا ينكر دور أبويه في هذا النجاح. فمعلوم ومعروف لدى الجميع أنهما يحرصان على أولادهما أكثر من حرصهما على نفسهما، فقد حرصا على أن أتلقى القرآن الكريم، ولا يزال كذلك يوما بعد يوم يتابعونني ويطالبونني أن أقرأ وأراجع وأحفظ بعد كل هذه السنوات. ففضلهما لا يعد ولا يحصى، ولا تكفي الكلمات أن توفيهما حقهما. فنرجو من الله عز وجل أن يجعلهما في أعلى مراتب الجنة، جزاء لهما لما قدماه لنا ولما يقدموه لنا دوما. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رحلة خاتم نحو العلا عين الفخار، شق طريقه بين الملا نحو الوقار. رحلة خاتم نحو لحظة ختم كتاب الله هي لحظة يمكن أن تشعر بها، ولكن ربما لا يمكن أن تصفها لما تحمله من مشاعر عديدة. فتلك اللحظة لا تقدر بثمن، وتود أن لا تفارقك تلك المشاعر لفترة من الزمن. وأذكر أن آخر آياتي وآخر كلمات حفظتها التي كانت في الختم كانت على يد والدي، فجزاه الله عني خير الجزاء. تخولني الكلمات وكأني لم أتكلم قبل قط. ما يسعني أن أقول وقد قصرت في حقهما وتعبتهما، فلا أجد ما أقوله وسط هذا التقصير كله. عسى الله أن يبلغني مقصدي، وأن أكون ممن يكون يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يكون حامل القرآن وحافظه، يبحث عن والديه، يلبسهما تاج الوقار. فلا أرى جزاء لهما غير هذا الجزاء. اللهم اجعلهما من سادة أهل الجنة، واللهم اجعلهم في أعلى رتبها. ومن هذا المنبر ومن هذا البرنامج
أدعو يعني أولياء الأمور، أولياء الأولاد، أولياء التلاميذ، أولياء الأبناء إلى حث أبنائهم على الإقبال على كتاب الله سبحانه عز وجل، وعلى الانخراط في مثل هذه المشاريع، لأن انخراطهم يعني يشجع ويكون قدوة لغيرهم، وبهذا يكونوا قد قدموا يعني خدمة أو ساهموا مساهمة كبيرة في النهوض بكتاب الله العزيز الحكيم، وحتى أن نكون يعني في ذيل الركب من الدول، فتكون الجزائر كذلك في مصاف الدول الكبرى أو الأولى خدمة لكتاب الله سبحانه وتعالى. واهتزت الأرض إجلالا بموليده شبيهة بعروس هزها الطرب الماء فاض زلالا من أصابعه الماء فاض زلالا من أصابعه أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهب أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهب ساداتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب من نسل فاطمة أنعم بفاطمة من نسل فاطمة أنعم بفاطمة من أجل فاطمة شرف النسب محمد رحمة الرحمن نفحته محمد رحمة الرحمن نفحته محمد كم حلا في اللفظ معناه صلوا صلوا على رسول الله فنبارك له ختمه كتاب الله عز وجل ونسأله عز وجل أن يجعله من الحافظين العاملين ونسأل الله تعالى أن يبارك في هذا المشروع المبارك والذي يهدف إلى إشاعة ونشر حفظ كتاب الله عز وجل. كلام الله نما فينا بنهضة روح ومعينا صبت في القلب لتسقينا تزدنا هديا ويقينا رحلة خاتم نحونا.